مباشرة بعد تأسيس الرابطة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة، انطلقت فعالية كأس الجمهورية التي تضم 25 فريقا ينشطوا عبر كامل التراب الوطني، حيث احتضنت القاعة المتعددة الرياضات حمو بوتليس بوهران مباراة الدور السادس عشر بين نادي الرابع الجزائري ونادي الاتحاد الرياضي بلاطو. On a créé la Ligue nationale. Parce que Bikri, c'était la commission. Donc, c'est une Ligue nationale qui est légale et tout ça. بها لو بريمير اوبجيكتيف تاع هذا العام غادي نديروا لا كوب دالجيري فيها 20 كلوب كي سون اونجاجي. الانطلاقة الرسمية لهذه المنافسة جاء بعد مطالبة عديد الأندية الوطنية التي كانت تشارك بصفة غير رسمية في عديد المنافسات الدولية. فاش عليك قبل شهر تأسست هذه الرابطة الوطنية اللي رأسها الزمام جمال، والحمد لله راه كانت منظمه وكانت يعني القرعه في اطار قانوني شفافي فيها 25 فريق، وكان المفروض نلعبوا في المديه لان داروا تروا بول المديه بجايه قسنطينه، من افتراس احنا مع اسبو يعني اقترحنا للسلطات تاعنا باش نلعبوا في وهران، والحمد لله السلطات وفروا لنا القاعه وفروا لنا كل شيء باش نلعبوا هذه البدايه تاع البطوله هذه. الحمد لله كانت مباراه طيبه في اطار رياضي. هذا بينا هذه كره القدم داخل القاعه زعما الشروطات المحليه ياخذوها بعين الاعتبار ويعطونا الامكانيات. حنا نطلبوا من الدي جي اس لولايه وهران اللي راه واقف مع ولايه وهران يزيد لنا هذا الكره تاع استاذ كره القدم داخل القاعه، يزيد يعطيها باسكو راهي معروفه عالميا، راهي معروفه عالميا، وراه كاين 25 فريق في الجزائر. هي منافسة كروية جديدة تدخل المنظومة الرياضية الجزائرية في انتظار أن تتوسع لتشمل مختلف أنحاء القطر الوطني لاكتشاف مواهب جديدة لم تجد ضالتها في ميادين أخرى.